لاقتهم. اليوم اللي هو اليوم الثاني للدورة، كان في اليوم الأول المحاضرة الأستاذة حلا حميد مجيد، والآن تتفضل الباحثة رضا قاسم علوان لتكملة محاور دورة هذا اليوم. تفضل رضا. شكرا ستي الأب. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في اليوم الثاني من الدورة التي تحمل عنوان السمنة وتأثيرها على التركيز التشريحي والفسلجي لأعضاء الجسم المختلفة وعلاقاتها بالتغذية الصحية. سنتناول اليوم في المحور الثاني السمنة وطرق قياسها وعلاقة السمنة بمرض السكري وكيفية علاج السمنة والطرق الخاصة لعلاج السمنة سواء كانت بالأعشاب ومن أهم الخطوات اللازمة لمنع زيادة الوزن ونصائح التعايش مع السمنة. فأهلا وسهلا بكم. السمنة وطرق قياسها، كيف تقاس الأوزان الطبيعية والمرضية؟ إن مؤشر الكتلة هو الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر، وهو مؤشر لنسبة وزن الجسم بالنسبة للطول، حيث يستعمل هذا المؤشر لتصنيف وزن الجسم ولتحديد نقص أو زيادة الوزن أو السمنة، وكذلك لمراقبة التغيرات في وزن الجسم. ويمكن حساب مؤشر كتلة الجسم من خلال وزن الجسم على مربع الطول متر تربيع. علاقة السمنة بالمرض السكري، إن كل خلية في الجسم عليها مواد تستقبل هرمون الأنسولين الذي يعطي الطاقة للجسم، وذلك نتيجة تحرك الجلوكوز، وما تسمى هذه المستقبلات الأنسولين. وإذا لم تجد هذه المستقبلات أو أقل عددها، فإن الأنسولين لن يعمل على هذه الخلية، وبالتالي لن يستفيد من الجلوكوز، فترتفع نسبة الجلوكوز في الدم، وهذه المستقبلات نسبتها تكون ثابتة في الخلايا الدهنية العادية. فإذا زاد حجم الخلية كما هي الحال في شخص بدين، فإن عدد المستقبلات يكون قليلا بالنسبة لمساحة الخلية كبيرة الحجم، ولذلك فإن تخفيض الوزن للبدين هو العلاج الأمثل لمرض السكر وذلك من النوع الثاني، حيث أن تخفيض الوزن يساعد على تحسين حالة الإفراز الأنسولين واستقباله عند هؤلاء المرضى. وقد حثت منظمة الصحة العالمية على محاربة السمنة، حيث أن معدلات الإصابة بالبدانة ترتفع في كل مكان في العالم، خاصة في الدول النامية، مما أدى إلى وصفها بالوباء، حيث كشف الباحثون أن هناك حوالي أكثر من 300 شخص مصابون بالبدانة ويعانون من أمراض السكري والقلب واضطراب النوم، وأن هناك حوالي 194 مليون شخص في العالم مصابون بداء السكري، وأن السمنة وقلة النشاط من أهم أسبابه، ويموت حوالي 3.2 ملايين شخص سنوياً، وذلك من خلال مضاعفات السكري. ومرض السكري يصيب 33 مليون شخص من الآن وحتى 2025، وهذا يشكل عبئاً على الدول النامية في نظر منظمة الصحة العالمية. يشار أن هذه البيانات هي بيانات مأخوذة عن طريق موقع منظمة الصحة العالمية الموثقة رسميا. أسباب مرض السكري اللي هي أما تكون السمنة أو تكون الوراثة أو الإفراط في الطعام أو الضغوط النفسية. علاج السمنة، يمكن علاج السمنة من خلال الحرص على التوجه إلى الطبيب للتعرف على الأسباب الناتجة عن السمنة وعلاجها بالشكل السليم، أو قد يتم اللجوء إلى العلاج بالعقاقير الحارقة للدهون التي تكون تحت إشراف الطبيب المختص، مع الحرص على الابتعاد عن الأدوية غير المرخصة، أو قد يلجأ الطبيب إلى التدخل الجراحي، وهذا عند عدم القدرة على العلاج بالطرق الأخرى. أما أن هناك طرق علاجية خاصة، حيث تتضمن تغيير الحمية الغذائية وممارسة الرياضة بانتظام وتغيير السلوكيات الخاطئة، أو استخدام أدوية لخسارة الوزن والتي تصرف بموجب وصفة طبية أو جراحة لخسارة الوزن، ممن لديهم زيادة في مؤشر كتلة الجسم تتعدى حوالي 40 كيلو غرام. إن السمنة هي أي تراكم غير طبيعي أو مفرط للدهون في الجسم لدرجة تهدد الصحة، وهي ناتجة عن عدم التوازن بين الغذاء المتناول والنشاط البدني المبذول. ويمكن علاج السمنة من خلال تناول وجبة الإفطار بشكل صحي، تناول الغذاء الصحي المتوازن، شرب كميات كافية من الماء، ممارسة النشاط البدني، وإنقاص الوزن بشكل تدريجي والحصول على ساعات نوم كبيرة.
أما علاج السمنة بالأعشاب فهناك عدة أنواع من الشاي التي تساعد في علاج السمنة، وهي شاي المرايمية وشاي الزنجبيل والبابونج وبذور الكتان والإكليل وشاي الكمون والنعناع. أما هنا وكما يمكننا علاج السمنة في المنزل، وذلك من خلال عدم تناول الطعام فقط أثناء الجلوس على طاولة المطبخ، وعدم تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون أو القراءة أو التحدث على الهاتف أو الوقوف في الثلاجة أو العمل على الكمبيوتر. ويمكن تناول وجبات خفيفة صحية مثل قطع صغيرة من الفواكه والخضروات الدائمة التي تكون تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، والجزر والمعجنات والجبن الخالي من الدسم. ويمكننا أن نحافظ على ملء المعدة طوال اليوم. وهناك علاجات أخرى للسمنة، منها شرب خليط من ملعقة عسل مع ملعقة عصير ليمون في كوب ماء دافئ. أما طرق الوقاية من السمنة، فيجب الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميا للوقاية من السمنة، والابتعاد عن التوتر والقلق والضغط النفسي والعصبي. ويمكننا تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الألياف الخاصة، وخاصة الخضروات والفواكه الطازجة، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، منها الأطعمة الجاهزة والمشروبات الغازية، والتقليل من الأغذية الدهنية التي تكون تحتوي على السكريات، وتقليل من تناول الأرز والمعكرونة والخبز الأبيض. ويمكن استخدام بدائل طبيعية للسكر الأبيض مع الحرص على عدم الإفراط فيها، والابتعاد عن الكسل والخمول، والحرص على زيادة النشاط البدني خلال اليوم. الخطوات اللازمة لمنع زيادة الوزن يتم ذلك من خلال ممارسة الرياضة يومياً. وفقاً للكلية الأمريكية للطب الرياضي، فإننا يحتاج الشخص حوالي 150 وإلى 250 دقيقة من النشاط المعتدل الرياضي خلال الأسبوع لمنع زيادة الوزن، وتشمل الأنشطة البدنية المكثفة المشروعات المشي السريع أو السباحة، واتباع نظام غذائي صحي متوازن بالتركيز على الأغذية التي تحتوي على سعرات منخفضة كالفاكهة والخضروات، وتجنب الدهون المشبعة والحلويات والمشروبات الكحولية، واختيار الأطعمة الصحية الجيدة، المتابعة طويلة الأجل لما تأكله أو تشربه. أما هناك فعدة نصائح للتعايش مع السمنة، إذ أن لا يتعلق موضوع محاربة السمنة فقط باتباع نظام رجيم معين أو مدة زمنية محددة، بل يجب تعلم واكتساب عادات غذائية صحية وتجنب العارات الغذائية الخاطئة، وجعل هذا النظام الصحي نمط حياة، وهذا له تأثير ليس فقط على الوزن بل على الصحة بشكل عام، حيث ينصح بما يلي: أولاً، شرب كميات كافية من الماء يومياً، والحرص على تناول الخضار والفواكه يومياً، تجنب الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون بما فيها الأطعمة المقلية والوجبات السريعة، وتقليل كمية الحلويات والسكريات التي يتم تناولها، ومضغ الطعام ببطء، تناول الطعام بصحن صغير، الحرص على النوم جيداً، وتقليل مستويات التوتر وزيادة النشاط البدني اليومي. الغذاء: تتنوع وتختلف حصة الطاقة الغذائية للفرد بصورة ملحوظة فيما بين المناطق والدول، وقد اختلفت أيضاً بشكل كبير عبر الزمن، حيث تزايدت متوسط السعرات الحرارية المتاحة للفرد. كميات الطعام المشترى على مدار الفترة من بداية السبعينات في القرن العشرين إلى نهاية التسعينيات منه في جميع أنحاء العالم عدا أوروبا الشرقية. أما في عام 1996 فقد حققت الولايات المتحدة أكبر معدل استهلاك بمقدار وصل إلى 3654 سعرة حرارية للفرد، إلا أن هذا المعدل تزايد بصورة أكبر خلال 2003، وقد وصل إلى 3754 سعرة حرارية. وفي نهايات التسعينيات من القرن العشرين كان الأوروبيين يتناولون 3394 سعرة حرارية للفرد الواحد. أما المناطق النامية من آسيا فقد بلغ حوالي 2648 سعرة حرارية للفرد، وأفريقيا الوسطى بلغ 2176 سعرة حرارية للفرد. كما وجد أن إجمالي استهلاك السعرات الحرارية يكون له علاقة بالسمنة، حيث ويساعد توفر الإرشادات الغذائية على نطاق واسع بالقليل في معالجة مشكلات الإفراط في تناول الطعام والاختيار السيء للأغذية في الفترة من 1971 إلى 2000.
حيث تزايدت معدلات السمنة في الولايات المتحدة من 14.5 إلى 30.9%، وفي أثناء نفس الفترة وقعت زيادة في متوسط السعرات الحرارية المستهلكة بالنسبة للسيدات، حيث كانت الزيادة في المتوسط 335 في اليوم 1542 سعر حرارية بين عام من 1971 إلى 1877 سعر حرارية في 2004، بينما كانت الزيادة في المتوسط بالنسبة للرجال 168 سعر حرارية في اليوم، حيث بلغ حوالي 2450 سعر حرارية في عام 1971، بينما بلغ 2618 سعر حرارية في سنة 2004. وجاءت هذه السعرات الزائد من الزيادة في استهلاك الكربوهيدرات وليست الدهون، ويتمثل المصدر الأساسي لهذه الكربوهيدرات في المشروبات المحلاة، والتي تعطي وحدها هذه الأيام 25% تقريبا من السعرات الحرارية اليومية عند الراشدين في الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا يسري الاعتقاد أن استهلاك المشروبات المحلاة يساهم في زيادة معدلات السمنة، وفي حين يتزايد اعتماد المجتمعات على الوجبات السريعة كبيرة الحجم والغنية بالطاقة، فإن العلاقة بين استهلاك الأغذية السريعة والسمنة يصبح أكثر جذباً للاهتمام. ففي الولايات المتحدة تضاعف استهلاك الوجبات السريعة 3 مرات، وتضاعفت السعرات الحرارية الموجودة في هذه الوجبات 4 مرات بين عامي 1977 وعام 1995، حيث أدت السياسة والأساليب الزراعية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تخفيض أسعار الطعام، حيث أن الدعم الذرة وفول الصويا والقمح والرز في الولايات المتحدة خلال قانون الزراعة الأمريكي جعل المصادر الأساسية للأطعمة المعالجة أرخص، إذ ما قورنت بالفواكه والخضروات. وعادة ما يقع الأفراد الذين يعانون من السمنة تحت التغرير المستمر لاستهلاكهم من الطعام مقارنة بالأفراد العاديين، حيث تدعم كل من نتائج الاختبارات التي تمت داخل غرف المسعرات والملاحظة المباشرة من البيانات التي ترد في تلك التقارير الصحية الغذائية العامة. أما الأمراض البدنية والنفسية فقد ظهرت بعض الأمراض العقلية والبدنية بالإضافة إلى بعض المواد الدوائية المعينة، حيث يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة. وتشتمل الأمراض البدنية التي تزيد احتمالية الإصابة بالسمنة على متلازمات جينية نادرة بالإضافة إلى بعض الظروف الوراثية أو المكتسبة، ومنها قصور الدرقية وفرط نشاط القضية الكظرية والتي يطلق عليها متلازمة كوشنر، ونقص هرمون النوم واضطرابات الأكل نهام عصبي ومتلازمة الأكل الليلي. على الرغم من ذلك فلا ينظر إلى السمنة على أنها اضطراب نفسي، لذا فهي ليست مدرجة ضمن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية. هذا وتتزايد مخاطر الإصابة بالسمنة والبدانة للمرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية دون غيرهم من الأفراد الذين لا يعانون منها. كما قد تتسبب بعض القرارات في زيادة الوزن أو التعرض لتغيرات في تكوين الجسم. ومن هذه الأدوية التي تشتمل على الأنسولين السولفونيريا والثايزا والدايون ومضادات الذهان الغير نمطية ومضادات الاكتئاب والمنشطات، بالإضافة إلى بعض المضادات ومنها الفينيوتين والفبروتيت وكذلك البيزو كيفين وبعض الصور ووسائل منع الحمل الهرمونية. ومن خلال هذا البوستر نلاحظ تأثير السمنة للصحة النفسية، حيث يمكن تعرف السمنة على أنها تراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون في الجسم نتيجة لحمل لعدة عوامل سواء كانت جينية أو بيئية كما سبق وأن ذكرنا. ويستخدم مؤشر كتلة الجسم أو BMI كأداة فحص زيادة الوزن أو السمنة. وقد تساهم الممارسات الصحية للتغذية عبر تناول الأطعمة والبعد قدر المستطاع عن الأغذية المعالجة في تخفيف الوزن. ويتغير نمط المعيشة أن تغيير نمط المعيشة يساهم بشكل كبير في تحقيق النجاح على المدى الطويل في خفض الوزن وتحسين الصحة النفسية، كما أن للسمنة هناك مضاعفات نفسية منها انخفاض تقدير الذات وضعف الثقة بالنفس والعزلة.
والابتعاد عن استخدام الغذاء كوسيلة لتخفيف الضغوط النفسية يساهم في الوقاية من زيادة الوزن أو السمنة أو الأمراض المرتبطة بهما. المحددات الاجتماعية، في حين تلعب التأثيرات الجينية دورا هاما في تفهم السمنة، إلا أنها لا تستطيع في الوقت ذاته أن تفسر الزيادة الكبيرة الحالية والملاحظة في دول بعينها أو في أنحاء العالم أجمع، على الرغم من أنه من المقبول تناول السعرات الحرارية بشكل أكبر من استهلاكها داخل الجسم البشري، حيث أن ذلك يؤدي إلى السمنة على مستوى الأفراد، إلا أن سبب هذه التحولات فيما بين عاملي التناول والاستهلاك على المستوى المجتمعي ما زال محل نقاش وجدل، وهناك عدد من النظريات تدور حول ذلك السبب، بينما يظن أغلب المختصين أن السبب هو مجموعة من العوامل المتنوعة، حيث يتنوع الارتباط بين الطبقة الاجتماعية ومؤشر كتلة الجسم على مستوى العالم، حيث توصلت دراسة أجريت عام 1989 إلى أن احتماليات كون المرأة سمينة في الدول المتقدمة قليلة، بينما لم يتم ملاحظة اختلافات ذات دلالة بين الرجال في الطبقات الاجتماعية المختلفة. ففي العالم النامي تصيب السمنة النساء والرجال والأطفال في الطبقات الاجتماعية العالية بمعدلات أكبر، إلا أنه تم إجراء تحديث لهذه الدراسة مرة أخرى عام 2007، فوجدت نفس العلاقة لكنها كانت أضعف، وقد اعتقد انخفاض قوة الارتباط يرجع إلى آثار العولمة كما نشأت علاقة ارتباطية بين مستويات السمنة عند الراشدين ونسبة المراهقين بالدول المتقدمة الذين يعانون من البدانة مع تفاوت الدخل. هذا وقد وجدت علاقة مشابهة بين الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجد أن المزيد من الراشدين حتى في الطبقات الاجتماعية الأرقى يعانون من السمنة في ولايات غير متساوية في الدخل، حيث تم صياغة الكثير من التفسيرات للارتباطات القائمة بين مؤشر كتلة الجسم والطبقة الاجتماعية. يعتقد الأغنياء في الدول المتقدمة يستطيعون الحصول على المزيد من الأطعمة الغذائية، إلا أن الضغط الاجتماعي يدفعهم إلى الاحتفاظ برشاقتهم، كما أن لديهم المزيد من الفرص جنبا إلى جنب مع التوقعات العريضة بالحصول على اللياقة البدنية. أما في الدول النامية فيعتقد أن القدرة على شراء الطعام واستهلاك الطاقة العالية المصاحبة للعمل يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، وأن القيم الثقافية التي تفضل أحجام الأجسام الضخمة تسهم جميعا في تلك الأنماط التي تمت ملاحظتها، كما أن الاتجاهات نحو كتلة الجسم والتي يعتنقها الأفراد قد تلعب دورا كبيرا في إصابة الفرد بالسمنة. هذا وقد وجد ارتباطا في تغيرات مؤشرات كتلة الجسم على مر الوقت بين الأصدقاء والأبناء والأزواج والزوجات، كما يبدو أن التوتر والمرتبة الاجتماعية التي ينظر إليها على أنها متدينة يزيدان من خطر الإصابة بالسمنة. وقد يلعب التدخين دورا هاما في التأثير على وزن الفرد، فهؤلاء الذين يتوقفون عن التدخين من الرجال يكتسبون في المتوسط 4.5 تقريبا كيلوغرام، أما النساء فيكتسبن 5 كيلوغرام على مدار 10 سنوات. على الرغم من ذلك فإن تغيرات معدلات التدخين تأثير ضعيف على المعدلات الكلية للسمنة، وقد يرتبط عدد أبناء الأسرة الواحدة في الولايات المتحدة بمخاطر إصابته بالسمنة، حيث أن احتمالية إصابة المرأة بالسمنة تزداد بنسبة 7% مع كل طفل، بينما تزداد احتمالية إصابة الرجل 4% مع كل طفل. ويمكن تفسير هذا جزئيا بأن وجود أطفال معالين يؤدي إلى انخفاض المجهود البدني الذي يبذله الأبناء الآباء العفو في العالم الغربي. هذا ويلعب التمدن والتحضر في العالم النامي دوره في زيادة معدل الإصابة بالسمنة في الصين، حيث في الصين يلاحظ أن المعدلات الإجمالية للسمنة أقل من 5%. على الرغم من ذلك فإن معدلات الإصابة بالسمنة تزيد في بعض المدن عن 20%، ويعتقد أن سوء التغذية يلعب دورا في ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة في سن صغيرة بدول العالم النامي، وأن التغيير في إفرازات الغدد الصماء والذي يحدث أثناء فترات سوء التغذية قد يدعم من عمليات تخزين الدهون بمجرد أن تتاح المزيد من السعرات الحرارية. وكما يقال أن الوقاية خير من العلاج، فالصورة الحالية توضح أن الجسم السليم في العقل السليم.
وشكرا جزيلا لحسن إصغائكم. سديلا. شكرا جزيلا، بارك الله بحضرتك رضاب، شكرا جزيلا. الآن الأساتذة والحضور الكرام، راح نفتح إن شاء الله رابط الحضور، وأي سؤال أو استفسار موجودة ستحل أيضا، والباحثة رضاب للإجابة عن أي سؤال أو استفسار لديكم. هذا رابط الحضور، ولطفا أي سؤال أو استفسار أو أي شخص يفضل أو يرغب أن نفتح له المايك حاضرين للمناقشة. أساتذة هذا رابط الحضور موجود أمامكم بالشات. الرابط يعمل، الرابط يقبل التسجيل لمرة واحدة فقط. نعم مرة واحدة، فاللي مسجل البارحة ما يقدر يسجل اليوم، تسجيل اليوم واحد يكفي فقط. هذا أيضا مرة أخرى رابط الحضور لأي أحد أن يسجل. بالنسبة للشهادات تنشر على موقع التعليم المستمر لجامعة تكريت على الفيسبوك، وكذلك على موقع التليجرام. هذا موقع التليجرام، رابط التليجرام عفوا لمركز التعليم المستمر. ستوسن الشهادات تنشر على موقع التعليم المستمر على التليجرام، هذا الرابط، وعلى الفيسبوك مجرد تكتبين مركز التعليم جامعة تكريت مركز التعليم المستمر موجود. الشهادات تنزل تقريبا مرات يوم أو يومين، يعني أكثر شيء 3 أيام تكون الشهادات موجودة. نعم ساهم تبرد لأن مسجل اليوم واحد فقط. إن شاء الله دكتور ضياء تكون المحاضرات موجودة على موقع التعليم المستمر على التليجرام إن شاء الله. شكرا جزيلا رضا، بارك الله بحضرتك على هذه المعلومات القيمة، وإن شاء الله يجعلها رب العالمين في ميزان حسناتك. الله يسلمك ست. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأساتذة والحضور الكرام، وملتقانا معكم إن شاء الله يتجدد في دورات وندوات قادمة بعون الله. شكرا جزيلا للست حلا والست شروق بالإضافة إلى الباحثة رضا، وبارك الله بكم على هذه المعلومات المفيدة للجميع.
وإلى اللقاء، مع السلامة رضا.